مبروك يا رب بجد والله. صوتي بقى بقى بجد الف مبروك والله. الف مبروك الف مبروك الله يبارك. يا جماعة عايزين نبارك لها بجد النهاردة يعني. لا خلاص النهاردة كاتب كتاب رضوى الشربيني. المأذونة دي استني بره مش ضيوف. بس يا مامي مبروك يا رضوى بجد والله. صوتي بقى بقى بجد الف مبروك والله. يعني هو ربنا يكون انا خايفة عليك. بنتنا قمر حبيبي على نفسك بقى انت وايه. بنتنا قمر مبروك يا استاذة. بس يا بنات عيب. وايه اللي عيب؟ الف مبروك الله يبارك.